السلام عليكم، طابت أوقاتكم أمالكم. أراد الحسن البصري شراء ثوب، فذهب إلى السوق وجد رجل يحلف ويمدح سلعته كثيرا، فقال لا ينبغي الشراء مثل هذا، ثم اشترى من غيره وعاد له بعد سنتين، فوجد الرجل لا يحلف ولا يمدح، فقال ما خبرك؟ قال كانت لي زوجة، إذا أتيتها بقليل نزرته، وإذا أتيتها بكثير قللته، فنظر الله إلي فأماتها فتزوجت بغيرها، فكنت إذا غدوت إلى السوق أخذت بمجامع ثيابي وقالت اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا طيبا، إذا أتيتنا بقليل كثرناه، وإن لم تأتنا بشيء أعناك بمغزلنا. القصة الثانية مع الخليل عليه السلام لما زار ابنه إسماعيل ولم يجده، فسأل زوجته كيف حالكم وكانوا بسعة من العيش، قالت بشر وضيق وشدة، فقال لها إذا عاد زوجك أقرئه السلام وأخبريه أن يغير عتبة بابه. ولما عاد إسماعيل عليه السلام أخبرته بالخبر ففهم مراد والده وقال الحقي بأهلك، فطلقها ثم تزوج بغيرها. ولما عاد الخليل في المرة الأخرى لم يجده، فسأل زوجته كيف حالكم وكانوا بشدة وضيق، فقالت بخير الحمد لله، كانت شاكرة صابرة. فقال لها إذا عاد زوجك أقرئه السلام وأخبريه أن يثبت عتبة بابه، أي أوصاه أن يتمسك بزوجته. التذمر، التشكي، التسخط، نكران الجميل، جحد المعروف، صفات مزعجة مؤذية، خصوصا إن كانت من شخص قريب أحد الزوجين أو الصديق الخاص، لأنه يحول الحياة إلى جحيم. من ابتلي بصاحب يحمل هذه الصفات السيئة عليه أن يصارحه وأن يصبر عليه وأن يعين في تغيير هذا السلوك. نسأل الله السلامة والعافية.